باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. فترة أسئلة خدمة يوم الثلاثاء 9 مارس 2021، وناخد مع بعض الجزء الثاني من أسئلة أساتذتي وأخواتي الأحباء في اليوتيوب. ربنا يبارككم يا رب. أستاذ أمريكان دريم، هاي دكتور غالي، هاو ار يو دوينج؟ I got a question from a Muslim. Why Lord Jesus used examples that none understood them except the disciples? And sorry for asking. لا بشكرك عزيزي، ربنا يبارك حضرتك. بص أخويا الحبيب أستاذ أمريكان دريم بيسأل، بيقول ليه الرب يسوع المسيح كان بيستخدم أمثال ما بيفهمهاش غير تلاميذه؟ والسؤال ده جاله من أخ مسلم. بص أخويا الحبيب أستاذ أمريكان دريم، سؤال جميل جدا، ربنا يبارك حضرتك. الحقيقة الرب يسوع المسيح لما كان بيدي أمثلة بيدي أمثلة للكل اللي ما كانش عندهم استنارة روحية، يعني اللي لم يحل عليهم الروح القدس بعد، الاثنين ما كانوش يفهموها. وكان ده تفريقا لنوعيتين من البشر. نوعية البشر اللي فعلا مشتاق يفهم معنى كلام ربنا وعايز يبقى ليه بصيرة روحية وعايز يفهم، ونوعية البشر اللي كان رافض. لما ربنا يذكر مثال ويبقى المثال مش واضح، هو زي مثلا الجزء الأولاني اللي على البشر إن هم يرفعوا الحجر والمسيح بعد كده يقيم لعازر. في الحالة اللي زي دي ده بيكون غربال للتفرقة. الإنسان الحقيقي اللي فعلا قلبه نقي زي التلاميذ والرسل اللي عايزين يفهموا بيجوا يسألوا المسيح، كنت تقصد تقول ايه يا رب بالمثل ده؟ اما الانسان المعاند الشرير زي الفريسيين، حتى لو فهموا المقصود الى حد ما ما كانوش بيجوا يسألوه انت كنت تقصد تقول ايه بالتفصيل، عايزين نفهم منك اكتر. فالمثال بالاضافة انه اسلوب شرح كويس، لكن ايضا اسلوب في المثل اللي بيستخدمه الرب يسوع المسيح زي مثل الزارع وغيره، كان أسلوب تفريق ما بين اللي ليهم قلب مرضي وبيبحثوا عن الله واشتياق، والمعاندين زي الفريسيين والكتبة واليهود اللي كانوا معاندين. ده اللي تلاقيه من إنجيل متى 13، من له يعطى ويزداد. يعني إيه من له؟ اللي ليه قلب مرضي يعطى ويفهم زيادة ويجي يسأل ربنا يا ربنا تقصد تقول إيه، فربنا يشرح له زيادة فيشتاق أكتر يعرف كلام ربنا فيقرأ زيادة فربنا يعلن له زيادة. أما الذي ليس له، اللي ما عندوش القلب المرضي اللي مش عايز يعرف، المعاند، فالذي عنده سيأخذ منه حتى الحاجات اللي كان استلمها من اللي قبله، حتى دي يضيعها ويبتدي يقول فيها كلام خطأ. من أجل هذا أكلمهم بأمثال، لأنهم مبصرين لا يبصرون، دول اللي إيه؟ بتعوت القلب المعاند، وسامعين لا يسمعون ولا يفهمون، هم مش عايزين. فقد تمت فيهم نبوة أشعياء قائلة تسمعون سمعا ولا تفهمون، مبصرين تبصرون ولا تنظرون، لأن قلب هذا الشعب غلص. ويكمل بقية الكلام، لكن طوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. ليه؟ لأنهم تلاميذ عايزين يعرفوا. فهمتني يا أخويا الحبيب أستاذ أمريكان دريم؟ اتمنى ان انت تكون طبعا بتفهم كلامي بالعربي، يعني انت لو عندك التكست او الكيبورد بتكتب الانجليزي، بس اتمنى يكون الشرح بالعربي يوصل لحضرتك عشان كمان يوصل للكل. فالقصة كلها المثال ده كان بيبقى للتفريق، اللي عايز يعرف كلام ربنا بيجي يسأله كنت تقصد ايه يا ربنا بمثال الزارع، بيشرح له. عمر ربنا ما بخل ان يشرح على حد. لو الفريسيين كانوا جور قالوا للمسيح اي مثل من الامثال دي كان هيشرح لهم. لنيته العناد؟ لا، مش عايز افهم التفسير ده. كل الموضوع باختصار شديد اخويا الحبيب استاذ امريكان دريم، فكان للتفريق. لو عايز الموضوع ده ارجع الى موضوع هل كان كلام المسيح غامض، وهتلاقي الشرح بشيء من التفصيل. اكتب كلمة غامض وهتلاقي شارح هذا الامر بشيء اهو، وهتلاقي الشرح زي ما قلت لحضرتك عليه بشيء من التفصيل. ربنا يباركك، ويمكن مرة من المرات نعمله موضوع كامل إن شاء ربنا ودبر. أشكرك جدا عزيزي أستاذ أمريكان دريم، ربنا يباركك. أستاذة لويزا، نعمة وسلام رب المجد. هل كتم الإيمان بالمسيح يعتبر تقصير، مع العلم أن الواحد عايش في مجتمع متقوقع وإسلامي 100% وعنده مسؤولية الأبناء الصغيرين؟ بصي أختي العزيزة،
طبعا كتم الإيمان بالمسيح يعتبر تقصير، والرب يسوع المسيح قالها بوضوح شديد: من ينكرني أمام الناس انكره أمام أبي الذي في السماوات. دي واضحة. فالإنسان المسيح اللي ينكر المسيح ربنا طبعا بيزعل منه. هو عندنا إيه أغلى من ربنا إن احنا نتكلم عليه؟ لكن المقصود إيه؟ إنه لو واحد عايش في مجتمع، يعني على سبيل المثال إنسان لسه بدأ يؤمن بالرب يسوع المسيح، حتى لسه ما جاتلوش فرصة المعمودية، وبدأ عايز يعرف ربنا، وعارف إن هو لو قال إن هو ابتدى يتأثر وعايز يؤمن بالرب يسوع المسيح هيقتلوه في وقتها، حتى مش هيلحق يتعمد. الكتاب المقدس يقول لهذا الشخص اللي عايش في هذا المجتمع الشرير: اهرب لحياتك، خد ولادك واخرج منها، اخرج من المكان الشرير ده. فهماني يا اختي العزيزة؟ فالإنسان يصلي لربنا إن ربنا يخرجه من مكان الشرير عشان يعرف ربنا أكتر، ويبتدي يتكلم على ربنا، ويبتدي حتى يبشر، ويبتدي يعلن عن ربنا براحته، وخاصة لو إنسان عابر يكون ليه كمان فرصة يتعمد وهكذا، ويعيش حياته المسيحية بحرية، وكمان يقدر يرجع يكلم أهله حتى لو من وسائل الإنترنت في بطريقة هو آمن، ولكن يقدر يكلمهم بحيث يعرفهم المسيح ده لو هم عندهم أذان عايزين يسمع. لكن الإنجيل واضح، أنا آسف ما أقدرش أجملها: من ينكرنا أمام الناس ينكره أمام أبي الذي في السماوات. لكن كل موقف يعني بحتاج أن أنا عايز أعرف هول ده من ربنا ولا لأ، بصلي لربنا وأعلن وأقول لربنا لو عايزنا أتكلم افتح لي الباب وإديني لسان، وطبعا ربنا هو اللي يدينا فما وحكمة، لا يقدر كل المعاندين أن يقاوموها. ربنا يبارك حضرتك، ولكن لو الموضوع خطر، وخاصة لو إنسان عابر ولسه ما جاتلوش فرصة حتى يعرف ربنا كويس ويتعمد ويعيش حياته، يبقى يهرب من مكان الخطر أولا، وبعد كده يبتدي يبشر بعد ما يتعمد ويعيش حياته المسيحية. ربنا يبارك حضرتك. أستاذ نبيل نعمة وسلام رب المجد بتقول: لماذا لا يوجد إشارة واضحة في التاريخ المصري القديم عن أحداث مهمة وردت في الكتاب المقدس مثل المجاعة أيام يوسف والضربات والخروج أيام موسى وغير ذلك؟ أشكرك عزيزي جدا أستاذ نبيل، والحقيقة هو العكس، ودي لما ربنا يدبر أوصل لسلسلة علم الآثار والكتاب المقدس هتكلم، ده أنا مجهز فيها 120 جزء هتكلم عنها بشيء من التفصيل. الحضارة المصرية تكلمت على قصة يوسف والمجاعة، الحضارة المصرية تكلمت على الضربات العشرة، والحضارة المصرية تكلمت على موضوع موسى، بل ألواح سيناء المكتشفة حديثا فيها اسم موسى. فلو رحت عزيزي إلى فين علم الآثار والكتاب المقدس وكتبت مثلا يوسف، هتلاقي في هذا الجزء علم الآثار يثبت قصة يوسف الكتابية، وكمالة علم الآثار يثبت صحة يوسف الكتابية، ومقدم بدل الدليل عدة أدلة على أن قصة يوسف ذكرها علم الآثار في المصريات، يعني التاريخ المصري والآثار المصرية، فتكلمت عن قصة يوسف وحتى المجاعة في زمن يوسف. ده النقطة الأولانية. طبعا أما بالنسبة للخروج، تقدر حضرتك ترجع إلى ملف رحلة الخروج وهتلاقي جايب كم أيضا كفاية عندنا البردية إبيور اللي اتكلمت على الضربات من وجهة النظر المصرية. فاكتب كلمة رحلة الخروج أهي، رحلة الخروج وزمن الخروج، وهتلاقي فيها كم ضخم من الأدلة من الآثار المصرية. على سبيل المثال اللوحة دي، واللي حاول يشكك في كلامي عملت ملف تفصيلي بردية إبيور وتكلمت عنها أيضا تفصيلا، وهكذا أخوة الحبيب ولوحات كثيرة وغيرها كتير جدا، بل الآثار اللي موجودة حتى الآن. فيعني اللي قال حضرتك الكلام ده مخطئ على عكس اللي هو قاله لك. الحقيقة الحضارة المصرية تكلمت، ولكن طبعا اللي بيكرهوا الكتاب المقدس ما بيذكروش الكلام ده في العنف، فمش هتلاقي الإعلام المصري اللي إسلامي اللي عايز يذكر الكتاب المقدس محرف مش هيذكر الكلام ده، الملحدين في الغرب اللي مسيطرين على الإعلام مش هيذكروا الكلام ده. لكن أوريدي علم الآثار الرائع أثبت أنه فعلا هذه الحضارات زي الحضارة المصرية تكلمت عن يوسف وعن المجاعة وعن الضربات وعن الخروج وعلى كل هذه الأمور، بل اسم موسى نفسه كمان مذكور، واسم يوسف كمان مذكور، ربنا وزوجة يوسف. ربنا يبارك حضرتك. أستاذ آري نعمة وسلام رب المجد، إيه أخبار حضرتك؟ بتقول:
هل تعبير القديس يوحنا فلست أظن أن العالم نفسه يسعى الكتب المكتوبة تعبير مجازي أم حقيقي؟ شكرا، ربنا يباركك أخويا الحبيب، أشكرك أستاذي آري، ربنا يحافظ عليك. بص أخويا العزيز، الحقيقة التعبير ده هو تعبير بيئي دارج في هذا الزمان، ولكن مش بس مجازي، حتى لو حبينا نطبقه بطريقة حقيقية تلاقيه ينطبق. إزاي؟ المعجزات اللي ذكرها الكتاب المقدس ذكر أمثلة منها، ولم يتأمل فيها كثيرا إلا باختصار شديد جدا. فالمسيح عمل معجزات كتيرة وذكر أقوال كتيرة، لو اتوصف كل معجزة وكل لمسة شافية وأبعدها وإزاي حصلت وكمان غيرت حياة الإنسان وتأثيرها الاجتماعي والروحي لي ولأسرته، ده كنت محتاج لكل معجزة كتب، فهمني؟ بل أيضا كلمات الرب يسوع المسيح لكل كلمة ليها معنى، لو هتتأمل في كل كلمة ومعانيها هتحتاج فيها كتب، وهتلاقي كمية الكتب كثيرة جدا. حتى الآن بعد مرور 2000 سنة، عشان أأكد لك كلامي أخويا الحبيب، تؤلف وتطبع الملايين من الكتب، طبعا بنسخها البلايين، ولكن ملايين الملايين من الكتب لمدة 2000 سنة لشرح وتفسير وتأمل ووعظ في حياة وألام الرب يسوع المسيح اللي موجودة بس في الأربع أناجيل أو في العهد الجديد. الكتب اللي اتعملت في خلال 2000 سنة ولم تنتهي ولم تتوقف ومسه مستمرة، وكل يوم بتطلع تفسيرات جميلة ومعاني جديدة وعظات جديدة وغيره، لكن حتى الآن اللي اتكتبت دي في خلال 2000 سنة ولم تنتهي، لو فرشتها تغطي اليابسة بالكامل. بل كلمة الله غير محدودة في معانيها، وباستمرار هتلاقي ليها أعماق عمرها لم تتوقف، عمرها تنتهي، عمرها ما تنتهي. عشان كده الكتاب الوحيد اللي لم يتوقف كتابة كتب عنه هو الكتاب المقدس. فمش بس هو أعلى كتاب اتطبع في العالم، ده هو أعلى كتاب اتكتبت كتب عنه، سواء هجوما عليه أو شروحاته أو تأمل فيه أو دفعيات طبعا عنه. الحاجة التالتة، المسيح ليس محدود، فمش بس في أيام جسده، لا، الرب يسوع المسيح أمس واليوم وإلى الأبد. أعمال المسيح التي لم تنتهي ولا تزال، وأبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل، اللي ما زالت حتى هذه اللحظة، كيف أصلا نقدر نحصي أعمال المسيح في العالم عبر الزمان في عددها وتنوعها التي لا تنتهي؟ ده كل واحد مننا ممكن يكتب كتب عن عمل الرب يسوع المسيح في حياته. تخيل بقى، دي تضاف على السابق، يعني تغطي اليابسة والبحار وكله. رابعا، ناخدها من ناحية بيئية. يوحنا اللي بيتكلم، يوحنا في كتاباته أثبت لاهوت المسيح باختصار شديد جدا. طبعا هو بيتكلم على المسيح الأزلي الأبدي، ودي لها حصر لها. خامسا، يوحنا الحبيب لو بنتكلم بيئيا بيتكلم بوسائل الكتابة اللي موجودة في زمانه، اللي هي المخطوطات الجلدية. مخطوطات الجلدية فعلا دي، يعني الصفحة الصغننة اللي عند حضرتك إنجيل يوحنا اللي ممكن يبقى حاجة صغننة جدا معاك، كتيب صغير قوي، إنجيل يوحنا ده على مخطوطة جلدية ده حجمه كبير، فهمني؟ لأن دي مواد الكتابة اللي موجودة، ومواد النساخ، جلود الحيوانات. فحتى جلود الحيوانات اللي كانت في زمانه ما تكفيش ان يتكتب كل تفصيلات المعجزات الرب يسوع المسيح، وطبعا تغطي الكرة الأرضية بالكامل، حتى لو اتعملت رولة اللي هو الدرج لو اتعملت وتأمل في كل معجزة من معجزات الرب يسوع المسيح دي تغطي الكرة الأرضية بزيادة. فبكل المقاييس دي، أيوة هو تعبير مجازي أو تعبير دارج، ولكن معناه حقيقي ويطبق حقيقيا على كلام الرب يسوع المسيح. وشوف بعد 2000 سنة كمية الكتب قد إيه. فهي عبارة شعرية تعبر عن كثرة أعمال المسيح التي لا تعد، ولكن حتى معناها الحقيقي ممكن تطبق بمعنى حقيقي. ربنا يبارك حضرتك أخويا الحبيب، وأشكرك جدا، ربنا يحافظ عليك. أعتقد لو رحت إنجيل يوحنا 20 هتلاقي، أو إنجيل يوحنا 21 هتلاقينا عامل موضوع عن هذا الأمر. لو كتبت كتب
لحظة واحدة، لو أنا مش مخطئ، في إنجيل يوحنا 20 أو 21، أنا آسف، إنجيل يوحنا 21 لو كتبت كتب أهو. هل تعبير وآيات أخرى كثيرة لم تكتب تشهد أن إنجيل يوحنا غير كامل؟ وده شرحت فيه الموضوع تفصيلا، وأدي عند حضرتك فيديو تقدر تستمع إليه. ربنا يباركك عزيزي، وأشكرك جدا على سؤالك، ربنا يحافظ عليك. أستاذ زيزو، نعمة وسلام رب المجد. كيف يفسر اليهود الآية اللي موجودة في أشعياء 9:6 حين يقول المسيح، يقول عن المسيح إلها قديرا؟ أشكرك أخويا الحبيب. الحقيقة أنا عامل ملف أو عدة ملفات أكشولي بشيء من التفصيل عن هذا الأمر، وهو نبوات العهد القديم، وأيضا نبوة عجيبا مشيرا، وما قاله اليهود. فلو رجعنا لأشعياء 9:6 عشان أجيب لحضرتك أمثلة من اللي قالوه. طبعا أنا نص كلامهم مش حاضر في ذهني، فمش هقدر أقوله لك، فنفتح مع بعض الموقع. آدي أشعياء 9، ولو كتبت اليهود أهو، أهو الجزء الرابع اللي قالوه اليهود معايا. على سبيل المثال الموسوعة اليهودية في كلامها عن أشعياء 9:6 قالت الكلام ده عن المصايا فقط، بما فيه عجيبا مشيرا إلها قديرا. فنص الموسوعة اليهودية: The ideal king to whom Isaiah looks forward will be a cycle of stock of Jesus on whom will rest the spirit of God. يعني نفس فكرة اللي هو جيسي، اللي هو آسف طالع من stock of Jesse، يعني اللي هو جزع يسى، on whom will rest spirit of God as a spirit of wisdom. وتكمل بقية الكلام وتقول نص أشعياء 9:6 ان ده عن المصايا، فهو عن المصايا الخارج من جزع يسى الذي ينتظروه، لانه لا يغلب كحرب بل يغلب بالسلام ويسود بالنور والحق، وهو يدعى عجيبا مشيرا الها قديرا ابا ابديا رئيس السلام. فالموسوعة اليهودية بتقول الكلام ده عن المصايا. ربوات كتير من اليهود قالوا هذا الكلام، وقالوا ده يتحقق عن المصايا، بما فيها التلمود البابلي سنهدرين جزء 98:2 و99:1 وكمش المفسر وابن عزرا وغيره وغيره وغيره. بل أجيب لحضرتك ما هو أهم من كل المفسرين اليهود القدامى، ترجم يونسان نفسه اللي يقول بوضوح: The prophet said to house of David، النبي قال إلى بيت داود، لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وهو أخذ الناموس على كتفيه. ف كلمة يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفي، قالوا الرياسة الناموس. ليبقى واسمه يدعى للأبد عجيب الله، فعجيبا مشيرا إلها قديرا، فسروه أنه هو عجيب الله القدير. فالمصايا هو عجيب الله القدير الذي يحيا إلى الأبد، وقالوا على المصايا ده حيكون حي إلى الأبد، الذي السلام سيكون عظيما في أيامه، وسيعمل كرامة عظيمة لهؤلاء الذين يعلمون في التوراة وهلذين يحفظون على السلام بدون نهاية، وعلى عرش داود وفوق مملكته يثبتها ويبني بالعدل والحق في هذا الوقت للأبد. وهذا سيتحقق عن طريق المصايا، اللي هو مصايا مين؟ المصايا اللي هو الممرة، تخيل. فقالوا على المصايا اللي هو الممرة، اللي هو مجد ومحضر يهوى، أو يعني كلمة يهوى. الممرة اللي هو الدبار، اللي هو كلمة يهوى، متخيل؟ أعتقد يعني ترجوم جوناثان واضح جدا. حتى المدراش، سيبك من كلام الربوات الحديث، على فكرة دول ناس غير أمناء بعض منهم. المدراش قال نفس الكلام وأمر الشعب قائلا هذا، تفسر آخر: أنا أقمت المصايا الذي كتب عنه، يولد لنا ولد ونعطى ابنا، ويكمل بقية الكلام ويقول ده نبوة مسيانية أو نص مسياني. مدراش رابع للتكوين 47 نفس الكلام، ويقول عنه القدوس الواحد المبارك هو سيقدم مكافآت للأبرار بدون نهاية كما قال أشعياء، ويقول الكلام ده عن المصايا، وهكذا. انت ده أمثلة بسيطة، لو عايز الكتير منها طبعا موجود في هذا الملف، الجزء الرابع من نبوة عجيبا مشيرا تنطبق على حزقيا وليس المسيح، لأن هذا ما قاله اليهود. لا، ده فعلا ينطبق على المصايا زي ما قالوا اليهود، وأدي تعبيراتهم والكلام اللي بيقولوه بعض الربوات الحداثة. كلام ده غير حقيقي. خلي بال حضرتك، الربوات ما قبل الميلاد كانوا بيؤكدوا ألوهية المسيح واضحة جدا، ما بعد الميلاد حاولوا يعني يتجملوا، مرة يقولوا العمود الأوسط في الذات الإلهية هو التتراجراماتون حامل الاسم الرباعي، ومرة تانية يرجعوا يعني
مرة يقولوا كده ومرة يقولوا كده. الرباعيات الحداثة للأسف اللي هم بتوعات الجيل ده اللي احنا فيه، لا للأسف غير أمناء، وحتى ما احترموش كلام الرباعيات القدامى وبقوا يدلسوا في الكلام. لكن أنا جبت لحضرتك بالمراجع اليهود القدامى قالوا إيه. ربنا يباركك عزيزي أستاذ مجد. نعم وسلام رب المجد. أشكرك عزيزي على كلامك الرقيق، ربنا يباركك. عندما قال الرب إن طلق الرجل امرأته فقد جعلها تزني، هل معناها أن المطلقة تكون زانية؟ لا، المقصود بيها المطلقة إن هي لو تزوجت، لأن هي خلاص أصبحت مطلقة، لو تزوجت وصارت لرجل آخر بسبب أن زوجها طلقها هي أصبحت تزني. يعني لو تزوجت بآخر تبقى زانية، لكن إنسان طلق مراته وهي ما كانش في إيدها أي حيلة، هي مش زانية. لكن إنسان طلق مراته فأصبحت لوحدها فتزوجت بآخر، هو اللي خلاها تبقى زانية، فهو خاطئ أمام الرب. فهمني؟ إن صارت لآخر هي أصبحت زانية، ومين اللي دفعها إن هي تبقى زانية؟ هو الخاطئ اللي دفعها للزنا. فهمني أخويا الحبيب؟ وده يعني شر أو خطورة الطلاق. ده باختصار شديد جدا عزيزي. ربنا يبارك حضرتك وأشكرك جدا على سؤالك، لكن لو ليك أي استفسار أكتر في هذا الأمر تحت أمر حضرتك. طيب أشكر حضراتكم جدا، ربنا يبارككم، وأسف لو كنت أخطأت في أي شيء سامحوني. ربنا يبارك حضراتكم، ونتقابل يوم الثلاثاء الجاي إن شاء الرب، وعشنا والمجد لله دائما. ربنا يبارك حضراتكم.